السلام عليكم أصدقائي في حلقة من حلقات تيك جيستيون سور يوتيوب. حلقة جديدة مخصصة لديكنوستيك فينونسيير في لا بارتي ديال لو بيلون فينونسيير. اليوم غنشوفو اكزرسيس كيفاش كنخدمو ان بيلون فينونسيير ابارتير بليزيوغ ايتاب، غنتعرفو عليهم في هاد الحلقة ان شاء الله. دونك لوكزرسيس نيميرو 1، لونتربريز ابدو مي ا فوتر ديسبوزيسيون لي انفورماسيون سويفونت اون في ديفيكتويي لي ترافو سي ديسو. Le bilan comptable de l'entreprise Abdo au 31-12-2007. Donc, le bilan est un bilan. L'actif et passif. Un bilan comme ça. L'égalité entre actif et passif. Donc, l'objectif est de faire un bilan financier. Le bilan financier est un tableau de reclassement et retraitement. Un tableau de retraitement et reclassement. Donc, on a les informations, autres renseignements sur la situation financière de l'entreprise au 31-12-2007. Le fonds commercial de l'entreprise a estimé à 50 000 dirhams. Le matériel de transport est surévalué de 10% de sa valeur nette comptable. La valeur réelle de l'installation technique est de 55 000 dirhams. 10% de prêts immobilisés seront payés au 31-1-2008. Une créance douteuse de 40 000 dirhams s'avère d'un recouvrement lointain. Les titres et les valeurs de placement sont facilement accessibles. Leur cours est de 35 000 dirhams. Le résultat net de l'exercice seront répartis comme suit. 70 000 sous forme des réserves facultatives et le reste seront distribués aux associés dans 2 mois. Donc, travail à faire, remplir le tableau de reclassement et retraitement donné en annexe, présenter le bilan financier condensé au 31-12-2007, 4 classes aux actifs et 3 classes aux passifs, calculer le fonds de roulement liquidité et commenter, le besoin de fonds de roulement et commenter, la trésorerie nette et commenter. Donc, أول حاجة نشوفوا في هذه الحلقة نجاوبوا على السؤال الاول في هذه الحلقه، كيفاش نصاوبوا ان طابلو دو ريكلاسمون اي ريدريسمون. دونك الطابلو دو ريتريتمون اي ريكلاسمون عندنا هو على الشكل هذا. دونك كنصاوبوا لا بارتي ديال لي زيليمون اللي عندنا في الريتريتمون. عندنا في لاكتيف 4 بارتي، عندنا لاكتيف ايموبيليزي، لا فالور ديكسبلواتاسيون، لا فالور رياليزابل اي لا فالور ديسپونيبل. لو باسيف عندنا capital propre, dette moyenne long terme et dette court terme. Donc, أول حاجة كنحسبو total de bilan. كنحسبو total ديال l'actif immobilisé. Total ديال l'actif immobilisé عندنا فيه نمشيو للبيلون ديالنا. عندنا غنحسبو total ديال l'actif immobilisé كامل هذا كله، غنلقاو بأن عندنا 710 000 اللي عندنا au niveau ديال l'actif immobilisé. Donc, عندنا 710 000. Donc, au niveau de la valeur d'exploitation, غنجمعوا les stocks. غنمشيو les stocks اللي عندنا وغنجمعوا les stocks. عندنا un stock واحد اللي هو stock de marchandises 200 000. غنحطوا 200 000. La valeur réalisable هو داكشي اللي كيبقى في الكلاس 3. La classe 3 مقسمه على جزئين، فالور ديكسبلوراسيون اللي هي لي ستوك، والفالور رياليزابل هو داك البقيه. دونك غنرجعوا للبيلون ديالنا من غير ستوك، اش بقى كليون اي كونتر اتاشي، وبقى تيتر دو فالور دي بلاسمون. دونك 160 000 زائد 30 000 هي 190 000. دونك 190 000 الفالور رياليزابل. فالور ديسپونيبل هي تريزوري اكتيف، غنحسب التوتال ديالها. عندي 80 000 زائد 23 000 هي 103 000. دونك 103 000 لا فالور ديسپونيبل. ها هي الكابيتال بروبر، غنحسب من الكابيتال او بيرسونيل حتى عند لي ديت. دونك من الكابيتال او بيرسونيل حتى ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس، 600 000 زائد 50 000 زائد 72 000. دونك غتعطيني 722 000. ديت موين لون تيرم هو داكشي اللي بقى في لا كلاس 1، داكشي من عند لي ديت حتى لاخر حاجه في لا كلاس 1. دونك
عندي من عند لي ديت امبرا او بري ايتابليسمون دو كريدي زائد بروفيزيون بور ليتيج 300 ألف زائد 50 ألف دونك غتبقى عندي 350 ألف في ديت موي لون تيرم. ديت كور تيرم هي لا كلاس 4 كلها غادي نرجع غنشوف لا كلاس 4 عندي فيها فورنيسور اي كونط غاتاشي اي تا كريديتور 80500 زائد 50500 دونك غتعطيني هي 131000 131000 ها هي. دونك من بعد في الغوتريتمون ديالي كنشوف اول حاجه الا عندي في البيلون لي فالو لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور كيتسموا اكتيف فيكتيف ها هما عندي فري بريليمينير والفري بريليمينير داخله في لاكتيف ولا في الايموبيليزاسيون اون نو فالور دونك اش غندير غنقص 15000 من لاكتيف ايموبيليزي من البلاصه ديالها وغنقصها حتى من الكابيتو بروبر باش هكا نحصل على ليكيليبر دونك ناقص 15000 من نسميهم اكتيف فيكتيف اللي هما ليموبيليزاسيون اون نو فالور غنقص ناقص 15000 من اكتيف ايموبيليزي وناقص 15000 من كابيتو بروبر دونك غنحافظ على ليكيليبر ما بين الاكتيف والباسيف دونك عندي حاجه اخرى اش قال ليا في لي زانفورماسيون من بعد ملي كنسالي اكتيف فيكتيف كنبدا نشوف لي زانفورماسيون عندي في لي زانفورماسيون لو فون كوميرسيال دو لونتربريز اي استيمي 50000 دونك 50000 دونك 50000 هنا الفون كوميرسيال الا لاحظتوا هنايا في لاكتيف ايموبيليزي ما عنديش فون كوميرسيال دونك وقال ليا بان راه كاين واحد القيمه ديال الفون كوميرسيال هي 50000 دونك بحال عندي ان بلي فالي اللي تزادت عندي في البيلون هنا الكونطابل ما مقيدهاش ولكن هي حقيقه راه كاين ان فون كوميرسيال ديال 50000 دونك غنزيدها دونك غنزيدها في لاكتيف ايموبيليزي وغنزيدها حتى غنزيد 50000 ها هي زائد 50000 في لاكتيف ايموبيليزي زائد 50000 في الكابيتال بروبر علاش كنزيد الا زدت في لاكتيف خصني نزيد حتى في الباسيف باش هكا نمشي بليكيليبر باش في الاخير تخرج ليا ليغاليتي ما بين الاكتيف والباسيف دونك زائد 50000 في لاكتيف ايموبيليزي ونزيدها في الكابيتال بروبر باش تعطيني ليكيليبر دونك غنرجع اش قال ليا لو ماتيريال دو ترونسبور اي سور ايفالوي دو 10% دو سا فالور نيت دونك اش قال ليا اش بغى يقول ليا بغى يقصد ليا بان لا ماتيريال دو ترونسبور القيمه ديالو زايده ب 10% على لا فالور نيت كونطابل يعني لا فالور نيت غنمشي نشوف لا فالور نيت كونطابل شحال في الماتيريال دو ترونسبور ماتيريال دو ترونسبور هو 150000 دونك 10% ديالو هي 15000 قال ليا زايده على القيمه الحقيقيه اولا القيمه نيت كونطابل دونك اش غندير زايده واحد 15000 دونك نورمالمون الكونطابل مقيدها هو ب 150000 ولكن هي في الحقيقه كدير 155000 دونك اولا 100 زايده بواحد 15000 دونك 100 و 5 100 و زايده بواحد 15000 دونك اشنو غندير انايا غندير دونك 155000 خاصها تكون دونك عندي اولا 165 دونك انايا عندي 150000 مقيدها الكونطابل 150000 وهي في الحقيقه زايده بواحد 15000 يعني 165000 دونك نورمالمون الكونطابل خصو يقيد 165 مقيد غير 150 دونك انا هذيك ال 15000 اللي ما مقيداش الكونطابل غنزيدها فين غنزيدها غندير زائد 15000 في لاكتيف ايموبيليزي في البلاصه فين كاين الكونط زائد 15000 هنايا زائد 15000 في الكابيتو بروبر باش يولي عندي ليكيليبر دونك الحد لهنا مفهوم مزيان دونك غنمشي نشوف لي زانفورماسيون اللي عندي قال لي لا فالور ريال دو لانستالاسيون تكنيك اي 55000 دونك لا فالور القيمه الحقيقيه ديال لانستالاسيون تكنيك هي 155000 والكونطابل شحال مقيدها عندي انستالاسيون تكنيك ها هي 65000 والكونطابل مقيدها ب 55000 دونك اش غندير باش نوصل غنقول شحال خاصني نقص باش نوصل للقيمه الحقيقيه القيمه الحقيقيه اللي هي 55000 غادي نقص 10000 باش نوصل للقيمه الحقيقيه الكونطابل مقيد 65000 نورمالمون خصي قيدها 55000 خصني نقص 10000 باش نوصل للقيمة الحقيقية اللي هي 55000 دونك اشنو غندير عفوا غنقص 5000 او لا 10000 من لاكتيف ايموبيليزي وغنقص 10000 من كابيتو بروبر باش تبقى عندي ليكيب ما بين الاكتيف والباسيف دونك غنمشي نكمل 10% دي بري ايموبيليزي سون بايي
le 31/1/2008. D'accord. 31/1. Pré-immobilisé, qu'est-ce que l'actif immobilisé. Ou le pré-immobilisé ou l'actif immobilisé, qui est la classe 2, معروف عليها durable, يعني كثر من عام. Donc, هاد pré-immobilisé غيتخلص فواحد مدة قصيرة ديال ما كتجاوش تقريبا شهر. دابا انا 31/12/2007 وهو غيتخلص في 31/12/2008 يعني مدة قصيرة قل من عام غيتخلص في قل من عام دونك ولا من ان اليمون ديغابل اللي هو اكثر من عام ولا قل من عام دونك اش غندير ليه غادي ندير ليه بري ايموبيليزي ناقص 3000 هنا زائد 3000 هنا دونك ناقص 3000 هنا زائد 3000 في الفالور رياليزابل الفالور رياليزابل هي بلاصه الكريونس والكريونس لا فالور رياليزابل ولا الكلاس 3 اون جينيرال معروف عليها لا دوري ديالها قل من عام يعني كور تيرم دونك اش كندير كنحيدو من بلاصتو ناقص 3000 من هنا داكوغ او زائد 3000 هنايا في الفالور رياليزابل دونك كنشوف البري ايموبيليزي فين كاين عندي بري ايموبيليزي 30000 30000 دونك 10% ديالها هي 3000 دونك كندير ليه ناقص 3000 من اكتيف ايموبيليزي البلاصه فين كاين وزائد 3000 الفالور رياليزابل لانه ولات المده ديالو قل من عام ديغابل اولا كاينه عاوتاني اخرى حاجه اخرى عنده دور تريتمون يا اما نحيدو من الاكتيف ايموبيليزي ونزيدو في الفالور رياليزابل اولا نحيدو من الاكتيف ايموبيليزي ونزيدو في الفالور ديسپونيبل اللي بغيت ميم شوز ما غتغيرش ليا شي حاجه في ليغاليتي ديال لو بيلون فينونسيير دونك لا ميم شوز بجوجهم لا فالور رياليزابل ولا فالور ديسپونيبل بجوجهم ديغابل بجوجهم المده ديالهم قل من عام دونك هذا هو اللي بغيت نشير ليه غنمشي نكمل قال لي لو تيتغ اي فالور دو بلاسمون سون فاسيلمون سيسيبل دونك كيف ما شرحت في الحلقه السابقه على البيلون فينونسيير قلنا بان لي تيتر اولا تي في بي فاسيلمون سيسيبل اش كندير ليهم في الروتريتمون كنحيدهم من البلاصه ديالهم اللي هي كاينه في الفالور رياليزابل كاينين في الفالور رياليزابل وكنزيدها في الفالور ديسپونيبل لان ساهلين دغيا غيتباعوا ما غيتعطلوش دونك لو كور اي دو 35000 درهم دونك غنشوف القيمه ديالهم في البيلون شحال عندي في البيلون عندي في البيلون تيتر تي في بي اللي هما 30000 وانا بايعهم ب 35000 دونك اش غندير لهم في الروتريتمون غندير العمليه ديالهم عندي جوج ديال لي روتريتمون اول حاجه عندي البيع ديالهم العادي اللي هي غنحيد 30000 من الفالور رياليزابل البلاصه فين كاينين وغنزيدها في الفالور ديسپونيبل لان ساهله دغيا غتباع القيمه ديالهم الاصليه دغيا غتخرج غتباع غتخرج ب 30000 ولكن ربحت فيهم واحد 5000 دونك انا كانوا عندي ب 30000 وبعتهم ب 35 ربحت فيهم واحد 5000 دونك هذيك 5000 غنزيدها في الفالور ديسپونيبل وغنزيدها حتى في الكابيتال بروبر باش تولي عندي ليكيليبر دونك غندير العمليه الاولى ديال البيع عاديه غتخرج بالقيمه ديالها غنحيد القيمه ديالهم الاصليه اللي كاينه في البيلون من الفالور رياليزابل وغنزيدها في الفالور ديسپونيبل داكوغ ولكن زايده معاهم واحد 5000 دونك هنا شحال غتولي ناقص 30000 من هنا زائد 35 هنا 35000 هنا دونك ناقص 30000 من الفالور رياليزابل زائد 30000 في الفالور ديسپونيبل هذه هي القيمه الحقيقيه ديالهم نورمالمون الا بغيت نبيعهم بثمنهم غنبيعهم ب 30000 دونك ناقص 30000 من هنا زائد 30000 فالور ديسپونيبل ولكن ربحت فيهم واحد 5000 هذيك ال 5000 غنزيدها في الفالور رياليزابل اولا الفالور ديسپونيبل وغنزيدها حتى في الكابيتال بروبر باش يولي عندي ليكيليبر ما بين لاكتيف والباسيف دونك لهنا مفهوم غنمشي نكمل قال لي لو ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس سورون ريبارتي كوم سوي عندي 70% سو فورم دو ريزيرف فاكولتاتيف وعندي لو ريست سورون ديستريبيي او اسوسي دون دو موا دونك اش كندير كنمشي عفوا سمحوا لي كنمشي الريزولتا نيت دو ليكزيرسيس اللي هي 72000 الى خديت منها البقيه 70% مشات الريزيرف فاكولتاتيف وبقات 30% 30% اللي غتوزع على شكل دي ديفيدون ديستريبيي ملي كنسمع ديستريبيي دونك راه عندي لي ديفيدون اش كندير كنشد كندير ديفيدون عفوا كندير ديفيدون غنشد
72000 غنضربها في 30% غتعطيني 21600. دونك قال لي ديستريبيي و اسوسيي دون دو موا، يعني المده ديالهم قصيره. اش كندير؟ كنحيد القيمه ديال داكشي اللي غيديستريبيي لي هي 21600 ناقص 21600 من كابيتال بروبر، او نزيدها في الكور تيرم. علاش كور تيرم؟ لان دغيا غتوزع لي ديفيدون دغيا كيتوزعوا. شديت يعني حققت واحد الربح في 31/12/2000، في 1/1/2000 غادي 2001 غادي نفرقهم على لي زاسوسي، يعني ما غتعطلوش. دونك علاش درتهم في الكور تيرم؟ وعلاش حيدتهم من الكابيتال بروبر؟ لانهم متعلقين بالراس مال. اي ربح ولا غيزيلطانيت، الغيزيلطانيت كاينين في الكابيتال بروبر، او نيفو ديال الكابيتال بروبر. دونك راه شفتو ملي بغيت نحسب الكابيتال بروبر راه جمعت معاها الغيزيلطانيت دو ليكزيرسيس. دونك هذاك البينيفيس اولا الديفيدوند كيكون متعلق بالغيزيلطانيت دو ليكزيرسيس. دونك حيدت 21000 من الكابيتال بروبر البلاصه ديالهم ناقص 21000، 21600 منين جبتها؟ شديت 72000 ضربتها في 30%، لان 70% ديجا مشات او نيفو ديال ريزيرف، وبقى 30% اللي غتوزع. دونك 72000 ضربتها في 30% غتعطيني 21600. دونك هاد 21600 غنحيدها من الكابيتال بروبر وغنزيدها في الكور تيرم، لان الاجل ديالهم قال لي دو موا، دو موا قل من عام. دونك غنزيدها في الديت كور تيرم. دونك ملي كنكمل لي زانفورماسيون ديالي كلهم كنبدا نجمع، كندير 710000 زائد ناقص 15000 زائد 50000 زائد 15000 ناقص 10000 ناقص 3000 زائد 40000. دونك عفوا واحد الحاجه نقصتها قبيله، عفوا قال لي هنا اون كريونس دو توز د 40000 درهم سيفير دان ريكوفرمون لوانتا. دونك اش بغى يقصد ليا؟ بغى يقصد ليا لي كريونس دو توز، لي كريونس دو توز اللي كاينين في كلاس 3 اللي قيمه ديالهم 40000 درهم، ولا عندهم واحد لو ريسك لوانتا، يعني اكثر من عام بعيد، ما غاديش يتخلصوا على واحد المده طويله. دونك هما البلاصه ديالهم فين كاينه؟ كاينه في الكريونس في كلاس 3، ولا كلاس 3 معروف عليها كور تيرم. عفوا كاين واحد الغلط هنا، عفوا نورمالمون خصني نديرهم هنا، عفوا ما كاينش غلط، بالعكس نورمالمون البلاصه ديالهم هنا لا فالو رياليزابل. كريونس دو توز كاينين في لا فالو رياليزابل في كلاس 3 داكور، هما موان دانو الكريونس دو توز القيمه المده ديالهم قل من عام، موان دانو كور تيرم، ولاو عندهم واحد لو ريسك لوان تان، يعني ولا لون تيرم. اش كندير؟ كنحيدهم من البلاصه ديالهم اللي هي في الفالو رياليزابل داكور، كنحيد 40000 منها وكنزيدها في لاكتيف ايموبيليزي. علاش لاكتيف ايموبيليزي؟ القيمه ديالو ولا لا فالور ديالو ولا لوبجيكتيف ديالو لوانتان، يعني اكثر من عام ديغابل. داكشي علاش زدتهم هنايا، وزدتهم هنايا باش نحافظ على ليكيليبر. نقص من لاكتيف وزدت في لاكتيف راه حتى شي حاجه ما تبدل عندي. دونك ملي كنسالي كنبدا نحسب 710000 ناقص 15000 زائد 50000 زائد 15000 ناقص 10000 ناقص 3000 زائد 40000، كتبقى تعطيني هاد القيمه هادي. وكنبدا عاوتاني نفس الشيء هنايا، نفس الشيء هنايا، نفس الشيء هنايا. الا جمعت لاكتيف التوتال ديال لاكتيف الجديد اللي عندي غيعطيني 1,248,000 داكوغ. نفس الشيء بالنسبه للباسيف، غنحسب الكابيتال بروبر شحال غيولي عندي فيه، او ديت موين لون تيرم شحال غيولي عندي فيها، او كور تيرم شحال غيولي عندي فيه. وملي غنجمعهم بثلاثه الباسيف الجديد كله، المونطون ديال الباسيف الجديد غيعطيني 1,248,000. دونك هنا خرجت لي ليغاليتي ما بين لاكتيف والباسيف. دونك ملي غنبغي نصاوب لو بيلون فينونسيير ديالي ما غاديش نلقى مشكل، غنلقى ليغاليتي ما بين لاكتيف والباسيف، وهذا هو لوبجيكتيف واللي خاصنا نحافظوا عليه، واللي الاغلبيه تلقى صعوبه في انها تخرج ليه ليغاليتي ما بين لاكتيف والباسيف او نيفو ديال لي بيلون فينونسيير. لهنا اصدقائي سالت الحلقه ديالي بخصوص اكزرسيس والشرح، نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا ولو جزء بسيط من الشرح ديال اليوم. الى الملتقى ان شاء الله في حلقه جديده من الشرح ديال لي كور اللي متعلقين بجيستيون دي زونتربريز وتمارين وامتحانات اخرين ان شاء الله. واكبونا وتبعونا على القناه ديالنا تاك جيستيون. الى الملتقى باذن الله.